بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وكلمه جديده وبسمه امل جديده. الكلمه اللي انا عايز اقولها النهارده عنوانها سهل قوي وجميل قوي وهيفرحكم قوي. اوعى تيأس من رحمه الله. مهما عملت، مهما غلطت، مهما ظنيت ان الناس هتشوفك وحش، ربك رحيم، ربك كريم. صحيح والله يا جماعه، اوعى تشك انه مش هيرحمك ويغفر لك. الصروح في بعض الناس يا جماعه لما بتغلط تحس ان ما عادش في امل، انه مستحيل ربنا يسامحني. انا النهارده عايزك تعيش بفكره مهما كنت غلطت في الماضي هيسامحك. روح بس خطوه. لا بس انا عملت مصيبه، انت ما تعرفش انا عملت ايه، ده انا بقالي 10 سنين بعمل كارثه، والله العظيم يسامحها لك في يوم. لا لا لا، يسامحها لي ايه، ده انا مكسوف من نفسي من كتر البلاوي. انا مش قادر اقول لك، لان انت يعني ممكن تكرهني لو عرفت. انا ممكن اكرهك لكن هو مش ممكن يكرهك. ليه؟ لأنه أصلا بيحبك، لأن أنت مخلوق غالي عليه، لأنك الإنسان، لأنه هو رحيم ورحمته واسعة وبيغفر. أنا متأثر قوي بواحد من الصحابة اسمه عبد الله بن رواحة، كان طالع في معركة من المعارك، فراح للنبي قبل ما يطلع وقال له يا رسول الله أوصني، اديني وصية. قال له حتة وصية يا جماعة. قال يا عبد الله لا تيأس إن أسأت 9 مرات أن تحسن واحدة، والحسنة بعشر أمثالها، فيغفر الله لك 9 فيغفر لك. الله، عايز يقول له لو عملت من الصبح لغاية العصر 9 أخطاء متتالية، اعمل حسنة، الحسنة تشيل 9. يا بالبساطة دي، والله بالبساطة دي. إله رحيم، إله بيحب يسامح عباده، إله ما بيحبش يضيق على عباده. إله لو خدت خطوة إليه، بس خطوة خلاص، يغفر لك كل اللي فات. حاسس إن أنا عايز أقول الكلام ده لأن في ناس حاسة إن على كتفها جبال من الأخطاء. أخطاء في حق أبوها وأمها، أخطاء في حق زوجها، أخطاء في حق مراته، أخطاء وأخطاء وأخطاء، وبقى مكسوف وقرفان من نفسه ومش عارف يعمل إيه. أنا عندي في النهاردة، في الحلقة النهاردة، كلمة بسيطة قوي، روح لربنا وقول له مش هعمل كده تاني، سامحني. هقول لكم حاجة تساعدك تخليك تفهم أكتر. هو ذنبك اللي انت عملته ده، الخطأ اللي انت عملته، محدود ولا مش محدود؟ يعني ايه محدود؟ يعني مش له زمن معين عملته، في ساعة معينة، ولا يعني بيستمر إلى ما لا نهاية؟ لا طبعا له وقت محدد. طب وله مكان محدد ولا ملوش مكان محدد؟ محدود، محدود. طبعا محدود في زمن وفي مكان. طب ورحمة ربنا محدودة ولا مش محدودة؟ مش هو بيقول ورحمتي وسعت كل شيء؟ طب لو حاجة محدودة دخلت عليها حاجة غير محدودة، مين يغطي مين؟ إلا محدود يغطي المحدود. فاهم أنا عايز أوصل لإيه؟ يعني لو شكيت إن ربنا يسامحك ويغفر لك، كأنك بتقول لأ، رحمته محدودة ومحدودة أقل من الخطأ بتاعي والذنب بتاعي. لا يا عم، أنت اللي محدود، وعفو ربنا ورحمته غير محدودة، وسعت كل شيء. بالله عليكم يا جماعة، خلوا النهاردة بداية جديدة مع الله. سامحني، مش هعمل كده تاني، أنا زعلان وبستغفرك. والله توسعك رحمته ويتغفر اللي فات، وتبدأ حياة جديدة ويوم جديد ببسمة أمل جديدة. ورحمتي وسعت كل شيء. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.